هذه القصة حدثت على أحد المناطق على حدود الأردن. هذا رجل تزوج بنت عمه، ويوم دخل عليها سبحان الله النفس تحب وتكره، ما ارتاح، حاول شهر شهرين لكن اتضح انه مو مرتاح مع المرأة هذه، واتفق وياها وطلقها. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم، وهذا الأساس. صحيح. للتذكير القصة ذكرتها عن أو أرويها عن الراوي عمر أبو شامة البلوي. ونعم. والقصة يعرف صاحبها هو. فيقول قعدت لي 5 سنوات والدتي وإخواني وجماعتي تزوج، يعني مو بعيب إنك يعني المرة الأولى ما وفقت. فيقول رسمت البالي خطة معينة أبقعد لي فترة ثم يسر الله. يقول يوم خدت لي 5 و6 سنين ما استخرت وقلت أروح للأردن أتزوج منها. يقول وأروح وأجي الأردن لي صديق يعرف في البادية، صلت عليه يا فلان، قال نعم، قلت هذه الرغبة، وإن لقيت لي من بادية الأردن ولا من العرب اللي في الأردن تراني أبي أتزوج، قال ابشر. يقول ونحدد مع عائلة ونجي. يقول يوم جا الشوفة يقول ما جازت، قلت لا والله. يقول البيت الثاني والبيت الثالث، يقول ما كلها، يقول أما أنك تأخذ شيء الجزل ولا. يقول يوم خدت يومين جاني قال في قرية تبعد 30 كيلو نبي نروح لها ونسى فيها عرب مذكورين. يقول واروح أنا وياه. جينا القرية هذه وجينا للبيت اللي فيها البنت اللي مذكورت لنا. يقول يوم جينا البيت ما لقينا أحد إلا البنت اللي تستقبلنا متحزمة ومتحجبة، يقول وتفتح المجلس وتشر لنا. يقول دخلنا أنا وخوي، يقول وهي تجيب القهوة وتجيب المعروض اللي موجود، يقول وانت قهوة ونعين خير. يقول يوم جاء لبولم، يا هلا يا هلا يا هلا، الله محييكم الله محييكم. يقول ويتكلم خوي، قال هذا خوينا من السعودية ومن العرب الفلاينة ومن القبيلة الفلانية، ويقول واثنى علي بما يعني أنا أقل من ذلك، وحنا طالبين يد بنتكم. يقول البنت ما شاء الله تبارك الله من يوم شفتها وشفت دثرتها قلت عساها تكون من نصيبي من يوم شفتها. يقول سبحان الله خاطري شرح بعض الحريم مبروكات. يقول هم يجيبون خروف ويذبحون لنا ويعشونها كل ليلة، قال إن شاء الله يسمح أمركم. يقول ونجس عندهم. يقول قاموا نشدوا عنا وعن أصولنا وبعض الأمور، عربهم مثلنا شر الحاضرين. يقول والله وافقوا وأنا وافقت. يقول ترى خويي كل ما جاء أبو البنية هذا يتكلم بعض يقاطع خويي، كل ما وصل الموضوع المعين قاطع. يقول أنا فرحانة بالزواج الحين. قال أبداً اللي تبونه. يقول أنا جايب المهر معي، الكلام هذا ترى 1404 هجري. الله المستعان. يقول أنا جايب المهر معي، كم تبون السياق؟ قالوا هالكثر، ظهر 15,000 ريال. يقول أطلعها ومدها على الشايب. قالوا الشايب يدخل داخل يوم خذ شوي ويجيبون المملك ونملكها كل ليلة. يقول وأنا أرجع في بيت خويي هذا وعند ربعه اللي أنا جاي أنا وياه، وأشتري خروف ونوزعه على حفلة الملكة هذه. قالوا إذا خدتوا لكم 4 أيام أو 5 أيام تعالوا ترى العرس بيتم إن شاء الله، الأمور بسيطة. يقولوا حنا نروح لهم بعد 4 أيام ولا ما شاء الله تبارك الله لهم مجهزين خوالها وعمامها والرجاجيل، ولا والله في حفلة بسيطة. يقولوا حنا نستانس وياهم ننبسط. يقول لهم حاطين لي غرفة. يقول أنا أدخل على المرأة ولا هذه خويتي اللي ما شاء الله تبارك، وأسلم عليها ما ردت عليه السلام. وأقعد كيف حالك وما أدري إيش. يقول ما تكلم، أكلمها ما ترد. المهم يقول يوم خذت عندها دفتر وقلم، قالت أنا ما أتكلم. طرمة. إيه نعم، أنا ما أحب هاللفظ ما تتكلم. يقول وأنا ينزع الواهس عندي، تغيرت أحوالي. يقول وأرد لها ما تتكلمين خجلانة ولا ما تتكلمين يعني في تعيب؟ قالت لا أنا ما أتكلم، لكني أجيد الأعمال المنزلية وأجيد حسن التبعل مع الزوج. قلت والله ضاع كل العلوم،
شلون اروح للعرب واديها معي هذه البلدي وهي ما تتكلم؟ يقول ما فيها شيء، يقول ما بقى عليها بس الا الكلام، ولا كل شيء يتمناه الرجل فيها. سبحان الله. يقول انا طول الليل انا وياها في هالدفتر، هي تكتب لي وانا اكتب، يقول انا صدق اقعد لي شو يضيق صدري، يقول حالتي حاله، يقول يوم اصبحت الصبح وتجينا الام تسلم علينا مبروك مبروك، يقول لو جينا كلنا لا انا ولا هي، يقول تراها تصيح طول الليل تكتب لي تقول لي والله انت تشوف مني كل خير واني ما يأت واني والله لاصير خادمه لك واني تبيح حاضر، يقول انا بين اني رأف فيها وفي حالتها وبنت في زواجها وبين اني انا بكره بروح لاهلي واجيب لهم هالمره هذه، مو بهذه رغبتي ولا هو بهذا الشيء اللي يتمناه الرجل، شلون اعيش مع مرت ما تكلم؟ يقول طول الليل ترسل لي تقول لي يعني تكتب لي اللي انت بحاض والله لخدمك والله لصير طول عمرك، يقول تبكي، يقول يوم دخلت علينا الام الصبح لو جينا وجيهن قشره، قلت الحين يا خاله يوم القرار بيدي ليش ما علمتوني انها ما تتكلم؟ ليش دبستوني؟ قالت والله انا حسيت ان الحجي قال لك، الحجي اللي هو ابوها انتم جايين عن طريقهم متاكده ان الحجي قال لك؟ قال والله لا قال لي ولا علمني، لكن يسر الله. يقول يوم جاء الحجي قلت يا حجي ليش ما علمتني بنتك هذا وضعه وهذا وضعه؟ ليش تخليني ادخل في هالامر هذا؟ قال انا ظنيت صاحبك علمك لان انا صاحبك يدري عن البنت، وانا كل ما تكلمت كان يقاطعني بالكلام. قلت لا علمني ولدي عن شيء. يقول يوم خدت العصر هذا خويه جاي بسيارته يقول انا هبيه واطب عليه، قال يا ابن الحلال انا ما قلت لك؟ والله اني ظن اني قايلك. قال لا قلت لي ولا هم يحزنون. يقول وانا ضايق قلت للرجال تراني والله ما جيت المره انا قاعد في طرف وهي في طرف. يقول ابى ابين له اني ما بالزيجه هذه يعني خلاص. قال يا ولدي الفلوس تصرفنا فيها، انت اعطيتنا 15000 ريال وشرينا فيها وجهزنا فيها، كانك تصبر علي فتره ابى اجمعها واعطيك اياها. الله الخير. يقولوا لا والله انا خسرت المهر وخسرت الزواج، ولا والله حتى اجازتي انا موظف حكومي باقي على اجازتي شهر، باقي على اجازتي 10 ايام لها شهر. قلت يا الربيع ما يصير الكلام هذا. قال يقول واقعد لحالي ومالي نفسي ومالي نفسي، والمره جاتنا وقعدت تصيح بعد بيني وبين ابوها. يقول قلت يا ولد واجي واكتب لها، قلت شوفي انا بتزوج اكمل معك بس ان استسكنين عند اهلك وربعي وجمعتي ترى ما بهم يدرون. قالت اللي انت فيه انا فيه. يقول وافلست من المهر، ماني مفلس على قولت القائل لعل الله يسر. يقول والله فعلا قعدت عندهم 10 ايام الاخيرة هذه، ولا والله المرة ما فيها شيء يتعيب الا الكلام. يقول وخليها وارجع لديرتي. يقول يوم خدت لي شهرين يقول وانا على قولت القائل اشتاق لهم، يقولوا انا اقدم اجازه بعد الطراريه واروح لهم. يقول يوم جيت ولا على اموري وياها سنه، سالت الشايب قلت السبب هذا من خلقت من خلقها ربي ولا؟ قال لا والله رايحه ويا امها عمرها 13 سنه تجيب غرض وطلعت لها سياره اصدمتها او ما اصدمتها، جاتها روعه ويوم دخلنا المستشفى طلعت بدون ما تتكلم زي الصدمه جات ولا هي كانت تتكلم يعني. قلت خير ان شاء الله. يقول وانا أجلس معهم 20 يوم. يقول وارجع ورغبت أني أكون قريب عندهم. يقول وأقدم استقالتي واشتري لي تريلة قلابي، كان ذيك الأيام في خط ينشأ عند حدود الأردن خط مزافلات ويحتاجون معدات. يقول واروح أشتغل في هالطريق أقرب لي من أهلي، وأنا تراني ما علمت أهلي اللي في السعودية، أقرب لي من زوجتي. يقول وصرت إذا صار عندي 3 أيام نقزت لها في الأردن وقعدت عندها. يقول يوم جاء ذاك اليوم ويبشروني أن المرأة حامل، قالوا ترى مرتك حام. قلت الله. يقول وارجع لعدتي. يقول يوم جاء وقت ولادتها واخذ اجازه واروح لها هناك واقعد عندها. يقول وتجيب هاك الوليد. يقول واقعد معها 5 ايام واحط عندها مثل ما تقول مصروف وارجع انا للمعده اشتغل في الطريق هذا اوصل لهم. يقول يوم قعدت في هالطريق 2 او 3 ويجيني اتصال منهم احضر 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 زوجتك وولدك صار عليهم حادث. لا اله الا الله. يقول وانا انجز وقف السياره يقول اشغل واجيب التريلر. وش فيه؟ قالوا في المستشفى. راحوا يطعمونها هي وابوها الابو الجد والولد الصغير هذا والام، ويوم جولهم في شارع يطلع عليهم هاك السياره يصفقهم كلهم.
البنت الوليد والام، الوليد في جهه والام في جهه، ودخلوهم المستشفى. يقولوا انا اجي ازورهم. يقول لهم جيت ازورهم واسال الدكتور، قال الوليد طيب. ام زوجتك لا والله ان شاء الله يبي لها. يقول يوم اخذت في غرفه الانتظار ابو 5 ساعات قالوا تراها فاقت. يقول يوم دخلت كيف حالك يا ابو فلان؟ ويرجع الله لها النطق. سبحان الله العظيم. صار الحادث هذا سبب النطقه. على نفس الصدمه الاول. يقول هي تناديني باسمي وباسم ولدي يا ابو فلان. يقول انا ما منبهت. نعم. ماني مصدق، انا بطمئن على صحه ترى يعني صار انزل الله محبته في قلبه. سبحان الله. لذلك سبحان الله يعني بعض الامور ما تدري والخير فيها. يقول انا على اخم راسه الحمد لله على سلامته، يقول للابو عندنا ويزغرتون والدنيا، يقول المستشفى ما يدرون انها ما تنطق. أيه. فقالوا ايش سبب الفرحه؟ بسبب قومتها؟ قال بسبب نطقها. أيه. يقول معها كدمات بسيطه، يقول خذناه ورجعنا للبيت، يقول اكتملت الامور كلها تمام. سبحان الله. يقول وانا خليتها 6 اشهر وارجع لربعي واعلمهم اني متزوج وعندي ولد واشتري لي فوق المعده 6 و7 معدات واصير من تجار المقاولات والطرق في هاك المنطقة. يقولوا عندي منها عيالها الحين كبار ورجال، زوجت اللي زوجته. الشاهد في الكلام بعض الحريم مبروكة تدخل عليك ببركتها. شوف حتى وظيفته تركها واشتغل في التجارة وزادها الله، وجالها المرأة ونيته طيبة حفظ نفسه. وهي نفس الكلام، المرأة تبعلت من زوجها وكانت نيتها طيبة ورزقها الله على نيتها ورجع لها النطق. هذا ما حبيت اشارك فيه ابو ديم ولا الحاضرين. اسال الله العلي العظيم ينفع بهالقصه. والسلام عليكم. الله يعطيك العافيه ولا قصرت، ودائما قصصك مفيده وجديده ونستفيد منها ونستمتع فيها. الله ينفع بك ابو ديم. اي والله. ابو شبكه المجد، القنوات الامنه للاسره.